انضم الينا الاستاذ احمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضه التطبيع، انضم الينا من الرباط. سيد احمد ويحمان مساء الخير. شهدت إذن المغرب قبل يومين مظاهرات الحقيقه وصفت بالحاشده في 50 مدينه تقريبا، والان هناك ايضا مظاهرات في تونس، في السودان، في لبنان، في الاردن، في العراق، في اليمن، في مدن عربيه عديده. ما هي رسائل هذه الميادين والساحات العربية التي تود إرسالها لفلسطين أو لأي جهة معنية بما يجري؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. الرسالة واضحة وضوح الشمس، وهي أن الشعوب العربية من الرباط إلى البحرين صوت واحد، وهو أن فلسطين قضية مركزية بالنسبة للأمة العربية، وهي قضية مركزية للأمة الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. هذه هي الرسالة الواضحة، وهذا هو موقف الشعوب من أقصى الأمة إلى أقصاه، وكل ما دون هذا الموقف وخروج عن نبض الشعب ونبض الأمة. وبالتالي فالرسالة مكثفة تقول يسقط التطبيع وتسقط تفاهمة أبراهام وتسقط صفقة القرن، وأن خيار المقاومة هو البديل الوحيد لتحرير الأرض وتحرير الشعب الفلسطيني وتحرير المقدسات من الدنس الذي تعاني منه منذ أزيد من 7 عقود طيلة هذه الأكذوبة التي طالت وتسمى إسرائيل، وما هي إلا قصة كما حددها من حددها بأنها العنكبوت وبيت العنكبوت. المتظاهرون في المغرب وهم كثر طبعا في 50 مدينة تقريبا مغربية، وجهوا يعني شعارات قوية الحقيقة تجاه التطبيع والمطبعين. هل هذه الشعارات والرسائل ستجد أذان ساغية في الرباط، أم ستمر مرور الكرام ربما لن يلتفت إليها أحد باعتقادك؟ يلتفت لها أحد أو لا يلتفتون لها، لكنها صوت الشعب. إذا قرروا أن لا يلتفتوا إلى صوت الشعب فلينتظروا عاقبة من لا يستمع إلى شعبه، والعبر في التاريخ كثيرة. الشعب المغربي قال كلمته، ونحن كائتلافات اشتغلنا في مناهضة التطبيع ومناهضة ورصد الاختراق الصهيوني ومخاطره ونناصر القضية الفلسطينية. هذه الهيئات السياسية والنقابية والمدنية كلها حسمت أمرها وتقول بأن تقول للمسؤولين انتبهوا، منذ سقوطكم، هذا السقوط في توقيعكم على التطبيع ضدا على إرادة الشعب وإرادة الأمة، ونحن نتلافى فخا آخر نصبته لنا مشاريع الكيان الصهيوني والمشاريع الاستعمارية الخبيثة في المغرب وفي المنطقة، بأن تصطدم الدولة ويصطدم الشعب بالدولة. هذا فخ نصب لنا، ونحن كائتلافات نتحمل مسؤوليتنا ونتعامل مع الأمور بالتعقل اللازم. لكن إذا قررتم كدولة وكأجهزة أن تسقطوا في هذا الفخ وركبتم أنفسكم، فأنتم وحدكم من ستتحملون المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور. تعلمون أن في المغرب دعونا إلى مسيرة مليونية الأحد المقبل، ولنا ندوة صحفية غدا في الصباح بحول الله نوضح فيها الأمور، وتوصلنا هذا الصباح بقرار منع مكتوب من قبل السلطة تمنع هذه المسيرة. فسنتدرس الأمر ونجيب بما يجب الإجابة عليه، وكم تلافينا لاصطدام بالدولة، لكن اتضح أن الدولة ماضية في عته ما تقرره، مثل العته الذي عبر عنه وزير الخارجية في الأيباك عندما أعلن، والناس والعالمين كلها تصرخ وتنزل للشوارع لتهدم المجازر الصهيونية، ولا يجد ما يقوله وزير الخارجية ناصر بوريطة إلا أن قال وبأنه مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود في التحالف مع الكيان الصهيوني. هذا نسميه عته سيخرب البلد. فإذا قرروا أن يستمروا في هذا العته فيتحملون وحدهم هذه المسؤولية. هناك حالة أو لا أدري الحقيقة، وهو مرض ربما
مزمن يعني اتصفت به الدول العربية أو أغلبها على الأقل. هذا الاختلاف في السقوف، يعني الاختلاف المثير سيد ويحمن، السقوف الشعبية عالية للغاية وسقف الأنظمة العربية الرسمية متهاوي وضعيف وهزيل للغاية، خصوصا فيما يتعلق بهذه القضايا القومية المهمة. لماذا هذا الاختلاف الشاسع بين ما يطمح له الشعب ويطالب به وبين ما تطرحه الأنظمة الرسمية العربية؟ التفسير الوحيد لهذا هي أن هذه الحكومات لا تمثل شعوبها، وذلك يجعل أن موقف الشعوب في واد والتعبيرات الرسمية في واد آخر، وهذا يطرح في العمق من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي طبيعة الدولة النيو باتريمونيالية السائدة في الأمة من أقصاها إلى أقصاها، بغض النظر عن شكل النظام ملكيا كان أو سلطانيا أو أميريا أو جمهوريا، فجوهر الدولة في خطاطة أن مؤسساتها عصرية شكلا، هي الانتخابات، هي المجالس، هي البرلمانات، هي القوانين والمحاكم، لكن هذا كله شكلي. أما الجوهري فصنع القرار تقليدي ويرجع حتى إلى عصور القرون الوسطى. هذه هي الحقيقة، وهو ما تناوله الباحث الاجتماعي السوسيولوجي المأسوف عليه رحمه الله هشام شرابي بأطروحته عندما يتحدث عن دولة الأبوية المستحدثة. هذا هو التفسير، تفسير في أن السيادة ليست للشعوب في هذه الدول، ولذلك تقرر حكوماتها ما يعاكس التزاماتها ومشاعرها وروابطها الروحية والثقافية والحضارية. هل يعقل مثلا أنه في بلد يرأس لجنة القدس أن تحترق القدس وأن تتم العربدة في القدس وأن يكون واحدا من الذين يشرفون في غرفة العمليات إلى جانب كبير الإرهابيين نتنياهو ورئيس أركان جيش ساحال أسيف كوخافي، أن يكون ثالثهم هو المدعو ماير بن شباط الذي وقع عن الكيان الصهيوني، عن الجانب الذي وقع عن الكيان الصهيوني اتفاقية الخزي والعار بالرباط، هو هذا الشخص الذي يجلس في غرفة العمليات ويأمر بتدنيس ومهاجمة مصر رسول المغاربة، ويأمر بإنزال الجحيم والحمم على الأطفال والآمنين، يمزق أطرافهم الصغيرة والفتية في غزة العزة، غزة المحاصرة. هل يعقل هذا؟ هذا نحن أمام عبث وأمام مسخ عظيم حقيقة. هذا المشهد الذي يستفز ربما كثيرين والمثير ربما بنظر البعض، أن هذه الأنظمة العربية لا تبدو في وارد أن تعود إلى شعوبها وأن تصغي إلى شعوبها وحتى أن تستفتي شعوبها على أي خطوة تتخذها. وهنا أختم معك سيد ويحمن، هذا الواقع البعض يقول أحببنا أم كرهنا هذا الواقع وهذا التنافر بين المستوى الشعبي والمستوى الرسمي سيؤدي حتما إلى الصدام، إما أن يفتك الشعب الحكم أو أن تهيمن الأنظمة على شعوبها ويعني وتخضعه لإرادتها في هذه البلاد العربية أو تلك. هل نحن بالفعل أمام هذا السيناريو في ظل أنه لا يبدو هناك تقارب في المواقف خصوصا في قضية مهمة مثل هذه القضية الرئيسية للأمة، القضية الفلسطينية؟ مع انعدام العقل الكل وارد، وهذا سيناريو من السيناريوهات الواردة. نتمنى من الله أن يعود بعض العقل لهذه الأنظمة ويتم تجاوز هذه الأمور ويتم التدافع في إطار سلمي حتى تتصحح الأمور، لكن إذا أصر من بيدهم الأمر على المضي في غيهم فالنتيجة المنطقية هي أننا ذاهبون إلى الاصطدام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. السيد أحمد ويحمن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، كنت معنا من الرباط، نشكرك جزيل الشكر.